فاتوا علي انا واحد الكاتير و السهرية، بفوت على العدد بنحط ايدينا عروسنا، ففاتوا علينا صاروا ينادوا علينا بالميكروفون عشان واحد ينطز عشان يفوتوا، ملك يوهاش ملك يوهاش هجي ما حدا نطز، ففاتوا بلش يضرب في يضرب في يضرب في عند الزيت عشان يروح على واحد ثاني، ظل يضرب في الفاظ لزق في يضرب في يضربنا على راسي اخب براسي، ظهري مشوه وايدي متكسرات، قعدت اسبوع وانا اعاني وظلني على الفرشه، واحد يشربني مي وواحد يطعميني وانا مرمى على الفرشه ما قدموا اي علاج لك؟ ما انك انك لوك على عيادي؟ ولا اي اشي، وبكوا يفوتوا فوق هيك يرد يضربونا، ومش لحالي يعني في ناس وجوهها بكت ملاني دم، يعني بكت ساحة حرب بالنسبة لهم علينا. ساحة حرب عليكم؟ علينا بكوا يفوتوا بدهم يقتلوا، بس بكوا يعني القص الحديد معاهم يطعجوهن علينا، لما بده يسدها من شطر اللي هو اللي بيضربنا اياهن يقعد يدق بدينا يدق بروسنا كي يسكر فيهن. وإيديك الثنتين كسروهم؟ كسروا اصابعي، وهس جيت من المستشفى بكل مطحنات العظم، طحن العظم عندك بده يعمل العملية. فاتوا علينا واحد الكاتر وبضربوه عن كتف، ضلهم يضربوه تم كل واحد صفر منه. في ناس ماتت مش معلوم عنها يعني، ولا حدا بيعرف عنها شيء. مين اسمه هذا؟ في زلمه كبير ناسي اسمه، وانا بعد ما خلص منه اجى ذبحني.